السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ مستر هشام ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل لسن 5 لايت اللي هو السيمبوزيوم. الفيديو اللي فات شرحنا المينيمم انجل اوف ديفيجن. الفيديو ده ان شاء الله نشرح حاجه اسمها السيمبوزيوم. احنا خدنا البوزيوم في نوعين اللي هو الديفيجن انجل العاديه والمينيمم انجل والمينيمم انجل اوف ديفيجن. المواد بقى هناخد حاجه تانية خالص اسمها السيمبوزيوم. السيمبوزيوم ده ايه مواصفاته؟ قال لك لازم البوزيوم بتاعك يكون الابيكس انجل بتاعته ما تعديش التن، تكون الابيكس انجل بتاعته قليله جدا جدا جدا، يعني رقم اقل من التن او التن. طيب السيمبوزيوم عندي المفروض ان انا ابقى عارف 3 حاجات: حاجه اسمها ديفيجن انجل، حاجه اسمها انجل ديسبيرشن، حاجه اسمها ديسبيرسيف باور. عندي الديفيجن انجل اللي هي الالفا، بس احنا قلنا دلوقتي السيمبوزيوم اصلا كده كده لازم يحصل على المينيمم انجل اوف ديفيجن برضه. يعني معنى كلامك يا مستر ان المينيمم انجل اوف ديفيجن ليه نوعين: نوع بيتطبق على البوزيوم العادي اللي هو قوانين الفيديو اللي فات، ونوع بيتطبق على السيمبوزيوم اللي هو القوانين ده. المفروض في الديفيجن انجل القانون بتاعي بيبقى الالفا نوت اللي هو المينيمم انجل اوف ديفيجن ايكوال ابيكس انجل ان ماينس 1. امتى استعمل القانون ده للالفا نود؟ لو هو سيمبوزيوم. لو هو بريزم عادي بستعمل قوانين الدرس اللي فات. لو هو بريزم عادي ومش مينيمم انجل اوف ديفيجن بستعمل قوانين الدرس اللي قبل اللي فات. طيب جه منين القانون ده؟ ان القانون اللي احنا خدناه ده الفيديو اللي فات ان ايكوال ساين الفا نود بلس اي على 2 على ساين اي على 2. طبعا علشان الانجلز اللي جوه الساين هنا قليله جدا. قليله ليه؟ بل الفا نود اصلا مينيمم انجل يعني قليله، والابكس انجل ما بتعديش ال 10 يعني قليله. لما تكون الانجلز قليله حقيقه كنسل الساين مع بعض، في ساعتها اللي يحصل يديني القانون ده ان ان ايكوال الفا نود بلس اي على 2 على اي على 2. لما اجي اعمل كروس مالتيبليكيشن واعوض بالقانون هيطلع لي في الاخر القانون الاخير ان ايه الالفا نود ايكوال ابيكس انجل في ان ماينس 1. ده كده القانون بتاعي. طبعا من القانون ده لو عملت ريليشن بقى ما بين الالفا نود والابيكس انجل هلاقيهم هما الاثنين دايركتلي مع بعض طبقا للقانون. طب ساعتها هيطلعوا ستريت لاين، والستوب هيبقى ايه؟ واي على اكس. الواي اللي هو الفا نود، الاكس اللي هو ايه يديني الستوب ان ماينس 1. الناحية التانية المفروض ان الفا نود وان هنا على الاكس اكسس. لما اطلع باللاين بتاعي هيديني نيجاتيف ايه. طب تعال واحدة واحدة كده. المفروض ان الاسلوب برضه واي على اكس. مين الواي؟ الالفا نود. مين الاكس؟ الان عندي، صح كده؟ طيب لما اقسم الالفا نود على الان عندي هيديني ايه؟ لو خدتوا بالكم الان هنا وفي انترسكشن على الاكس اكسس عند ال1، يعني السلوب اللي هو دلتا اكس اللي هو واي 2 ماينس واي 1 اللي هو ان ماينس 1 يعني. يبقى الاكس اكسس هو ان ماينس 1 والواي اكسس اللي هو الالفا نود. لما اقسم الفا نود على ان ماينس 1 يديني السلوب مين؟ هو الاي عندي. ده كده اول قانون عندي اللي هو المينيمم انجل اوف ديفيجن او الديفيجن انجل عندي. طيب القانون التاني بقى حاجة اسمها الانجلر ديسبيرشن عندي. ايه الانجلر ديسبيرشن ده؟ الانجلر ديسبيرشن باختصار بسيط جدا اللي هو الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد. يعني اعمل الفا نود بلو ماينس ريد ان انا اجيب الديفرنس ما بين الانجلز بتاعت البلو والريد عندي، زي ما احنا خدنا الليسن اللي فات ان كل انجل بيبقى ليه مينيمم انجل اوف ديفيجن لوحديها. فلما اجيب الديفرنس ما بين المينيمم انجل اوف ديفيجن للبلو والريد هيطلع لي قانون كده ابيكس انجل في ان بلو ماينس ان ريد. يبقى لو قال لي احسب كده الانجلر ديسبيرشن عندي في المساله اكني بيقول لي احسب الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد. ايه القانون بتاعها؟ ابيكس انجل في ان بلو ماينس ان ريد. طب في قوانين تاني عندي. لو قال لي في المساله مثلا احسب الفا نود ديالو، الفا نود بتاع اي لون هستعمل القانون الاصلي ابيكس انجل في ان ماينس 1، بس لو الفا نود يلو يبقى ساعتها هاخد الان يلو. طيب يعني هنا هاخد ايه؟ هاخد الان يلو عندي. في مشكله في القصه دي؟ طيب لو قال لي احسب الفا نود بس وليكن فايلوت، يبقى هاخد الان بتاعت الفايلوت. يبقى هو نفس القانون بس الالفا نود بتاعت اللون باخد الان بتاعت نفس اللون عندي. طب ده الالفا نود يلو اللي هو ايه في ان يلو ماينس 1. ليه قانون تاني؟ ممكن اقول الفا نود بلو بلس الفا نود ريد على 2. ايه ده؟ ده بلس ده على دوت، ده قانون افريج. ما هو لو خدتوا بالكم الالوان هتلاقوا اليلو بالظبط في النص ما بين البلو والريد بالظبط، يعني في السنتر ما بينهم هما الاثنين، في ساعتها هو الافريج بتاعهم. يبقى الفا نود يلو في المساله ليها طريقتين: ابيكس انجل ان يلو ماينس 1 او الفا نود بلو بلس الفا نود ريد على 2. طب لو انا عوضت بالقانون الاصلي اللي هو الفا نود يلو ايكوال ابيكس انجل ان يلو ماينس 1، لو الان يلو مش عندي في المساله اعمل ايه؟ قال لك الان يلو عشان تحسبها هو ان بلو
بلس ان ريد على 2. فاحنا بقى خلاص قلنا ان اليلو هو الافريج بتاع البلو والريد، يبقى عشان اجيب الان يلو هاخد ان بلو بلس ان ريد على 2. يبقى ده كده قانون الانجلر ديسبيرشن. لو قال لي احسب في المساله الانجلر ديسبيرشن اللي هو عايز نحسب الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد اللي هو ابيكس انجل في ان بلو ماينس ريد. تمام كده في الكلام؟ متهيألي الموضوع بقى دلوقتي سهل. اخر حاجة بقى ناخدها يا شباب اللي هي مين بقى؟ الديسبيرسيف باور عندي. الديسبيرسيف باور عندي باختصار بسيط جدا ايه قصته؟ الديسبيرسيف باور عندي اللي اسمه اوميجا. ايه بقى موضوع الاوميجا عندي؟ قال لك الديسبيرسيف باور ده هو ريشيو ما بين الانجلر ديسبيرشن اللي احنا لسه حاسبين قانونه اللي هو الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد على الديفيجن انجل اوف يلو. طب انا لو عملت الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد على الفا نود يلو، احنا اتفقنا ان الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد هي ابيكس انجل في ان بلو ماينس ان ريد، واتفقنا ان الفا نود يلو هي ابيكس انجل في ان يلو ماينس 1. فلو قسمت القانون ده على القانون ده هيطلع لي في الاخر ان الاوميجا اللي هي اسمها انجل او ديسبيرش، قصدي انا اسف ديسبيرسيف باور عندي ايكوال ان بلو ماينس ان ريد على ان يلو ماينس 1. يبقى احنا باختصار بسيط كده كده في السين بريزم عندنا ثلاث قوانين، المينيمم انجل بتاع السين بريزم الفا نود ابيكس انجل ان ماينس 1. لو عايز يحسب الالفا نود لاي لون باخد الان بتاعت نفس اللون. الانجلر ديسبيرشن ليها قانون اللي هي الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد، ده المقصود بانجلر ديسبيرشن، وعشان احلها هي ابيكس انجل ان بلو ماينس ان ريد. طيب الالفا نود يلو هي ابيكس انجل في ان يلو ماينس 1 او الفا نود بلو بلس الفا نود ريد على 2. الان يلو هي ان بلو بلس ان ريد على 2. الديسبيرسيف باور عندي اللي هي الاوميجا هي الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد على الفا نود يلو، او ان بلو ماينس ان ريد على ان يلو. طب عشان نتعمق في الموضوع اكتر تعالى نحل كده اكزامبل. في المساله دي بيقول لي انت عندك سين بريزم، سين بريزم هاز ان ابيكس انجل كام؟ 8. يعني الابيكس انجل هي ايه ب 8؟ الريفراكتيف اندكس بتاع الريد اللي هو ان ريد 1.52، والريفراكتيف اندكس بتاع البلو اللي هو ان بلو 1.54. عايز يحسب الانجل اوف ديفيجن فور اتش كلر. كلمه انجل اوف ديفيجن اللي هي الفا نود، يعني عايز يحسب الالفا نود بلو والالفا نود ريد. طب ما هو في السين بريزم الالفا نود هو ايه قانونها؟ ابيكس انجل في ان ماينس 1، ده الفا نود بلو يبقى ابيكس انجل في ان بلو ماينس 1. الابيكس انجل عندي والان بلو عندي ماينس 1 يديني الالفا نود بلو. الالفا نود ريد نفس القانون ابيكس انجل بس ان ريد بقى، ابيكس انجل ثابته الان ريد 1.52 ماينس 1. المطلوب التاني عايز يحسب الانجل او ديسبيرشن بتوين تو كلرز. اتفقنا يعني ايه كلمه انجل او ديسبيرشن عندي؟ كلمه انجل او ديسبيرشن هو قانونها الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد. طب ما الالفا نود بلو لسه حاسبينها والالفا نود ريد لسه حاسبينها، عاملهم ماينس بعض. تمام كده؟ ممكن تتحل باسلوب تاني اللي هي الانجل او ديسبيرشن الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد، القانون بتاعها ابيكس انجل في ان بلو ماينس ان ريد، وكل حاجه برضه عندي. الحاجه الثالثه الديسبيرسيف باور عندي اللي هي مين؟ اللي هي الاوميجا. طب ما هي الاوميجا ليها قانون ان بلو ماينس ان ريد على ان يلو ماينس 1. طب الان بلو انا عندي في المساله اصلا 1 بوينت كام؟ 1.54 عندي. الان ريد انا عندي في المساله اصلا 1.52. الان يلو مش عندي. طب احنا لسه واخدين من شويه ان الان يلو هي الافريج بتاعت البلو والريد، يبقى ان يلو ايكوال ايه؟ ان بلو بلس ان ريد على 2، يعني 1.54 بلس 1.52 على 2 اللي هو المتوسط ما بينهم، يعني 1.53. كده بقى معايا الان يلو ماينس 1، واصلا معايا الان بلو والان ريد جيفن. كده جبت الاوميجا اللي هي الديسبيرسيف باور عندي. فيها مشكله لغايه دلوقتي؟ يبقى ده باختصار بسيط جدا الموضوع الاول بتاعي يا شباب. بتاعي الموضوع لغايه دلوقتي سهل، مفيش اي مشكله عندي. تمام. طيب تعالوا مثلا نحل اكزامبل تاني كده ونفهم الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. حل مثلا اكزامبل على السين بريزم. طيب لو حلينا اكزامبل زي ده مثلا، بيقول لي انا عندي سين بريزم هاز ان ابيكس انجل 6، يعني الاي ب 6. الريفراكتيف اندكس اوف بلو يعني الان بلو 1.65، والريفراكتيف اندكس بتاعت الريد اللي هي الان ريد 1.6. عايز يحسب الانجل ديسبيرشن عندي بتوين بلو لايت اند ريد. كلمه انجل ديسبيرشن يعني ايه؟ يعني الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد اللي هو القانون اللي احنا لسه قايلينه من شويه،
الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد، اللي هو اصلا قانونه مين؟ ابيكس انجل ان بلو ماينس ان ريد. طب ما الابيكس انجل مدالي في المساله اهي ب 6، يبقى الابيكس انجل ب 6 والان بلو ماينس ان ريد. الان بلو 1.65، 1.65 ماينس الان ريد ب 1.6، لما اعمل ده ماينس ده كده تايمز 6 كده هجيب الالفا نود بلو ماينس الفا نود ريد اللي هي الانجلر ديسبيرشن اللي هو عايزها، اللي هي 0.3. يعني في كده اي مشكله يا شباب؟ متهيألي كده لغايه دلوقتي الموضوع سهل. طيب لو جينا بصينا مثلا على حاجه زي دي، خدناها الفيديو اللي فات مديني علاقه ما بين السيتا 1 والفاي 2، اتفقنا الدرس اللي فات لما اللاين بيتعمل كده السيتا 1 والفاي 2 ده القانون بتاع الابكس انجل، ان الابكس انجل ايكوال سيتا 1 بلس فاي 2. السيتا 1 والفاي 2 دايما عكس بعض لان في ماينس، واتفقنا لما يحصل انترسكشن كده نقطه الانترسكشن مع الواي اكسس ونقطه الانترسكشن مع الاكس اكسس دول بيمثلوا الابكس انجل، والنقطه اللي في النص دي البوينت اللي بيحصل عندها المينيمم انجل اوف ديفيجن. هو اول مساله عايز يحسب مين؟ الريفراكتيف اندكس عندي، ومديني في المساله لو المينيمم انجل اوف ديفيجن اللي هي الالفا نود، يعني مديني الالفا نود بكام؟ ب 30. طب واضح جدا من الرسمه ان الابكس انجل ب 60، اللي احنا قلنا نقطه الانترسكشن عند الواي ونقطه الانترسكشن عند الاكس هي دي الابكس انجل، يبقى الابكس انجل ب 60 والالفا نود ب 30. عايز يحسب الان، خدنا احنا قانون الان الحصه اللي فاتت ان الان ايكوال ساين الفا نود بلس ايه على 2 على ساين ايه على 2. انا عندي الاي اللي هي ب 60 وعندي الالفا نود اللي هي ب 30، اعرف اجيب الان. المطلوب التاني عايز يحسب الانجل اوف ايمرجنس عندي، الانجل اوف ايمرجنس اللي هي السيتا 2. طب انا واخد في المينيمم انجل اوف ديفيجن الفيديو اللي فات ان السيتا 2 هي فاي 1 هي فاي نود. مين بقى الفاي نود؟ اللي هي الفا نود بلس ايه على 2 من قوانين الليسون اللي فات او الفيديو اللي فات. الفا نود عندي ب 30، الابكس انجل واضح انها ب 60، وال2 ده اللي هو كونستانت كده كده. يبقى ده كده باختصار بسيط الجزء كده على اللي احنا خدناه الفيديو اللي فات. متهيألي يا شباب لغاية دلوقتي الموضوع سهل، مفيش أي مشكلة عندي، صح كده؟ طيب يبقى ده باختصار بسيط جدا كان جزء أو كان تكملة عندي على ليسون 5 في شابتر 2 لايت. كده درس اللايت خلص خلاص، او الشابتر بتاع اللايت كله خلص وشابتر الويف خلص. كده المفروض احنا خلصنا 2 شابتر عندي في المنهج، ناقص شابتر واحد بس اللي هو شابتر 4 عندي. احنا عندنا السنه دي كلها على بعضيها 5 شابتر، منهم 3 شابتر في الترم الاولاني و2 شابتر في الترم الثاني. ال 3 شابتر في الترم الاولاني هم مين؟ شابتر 1 و2 و4. شابتر 3 ده ان شاء الله هيدرس الترم الثاني مع شابتر 5، يعني شابتر 3 اتساب للترم الثاني. طب اليونت الجديده بقى اللي هو شابتر 4 يعني بيتكلم على حاجه اسمها الهيدروداينامكس. اليونت عموما كلها بتتكلم، يونت 2 يعني بتتكلم على حاجه اسمها الفلويد. الفلويد عندي ليه نوعين، شابتر 3 بيتكلم على حاجه اسمها هيدروستاتيك، شابتر 4 اللي احنا المفروض ندرسه ان شاء الله في الترم ده بيتكلم على هيدروداينامكس. ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ كلمه فلويد باختصار بسيط جدا يعني مواقع، يعني ايه؟ اي حاجه بتاخد نفس شكل الاوبجكت اسمها فلويد. يعني الميه لو حطيتها في كوبايه على شكل سيركل بتاخد شكل السيركل، لو اتحطت في تانك على شكل ريكتانجل الميه بتاخد شكل ريكتانجل. يعني الميه دي اللي هو الليكويد بياخد نفس شكل الاوبجكت اللي هو فيه، يبقى الووتر ده او الليكويد عموما فلويد. الجازز لما باجي اخزنها في اي تيوب بتاخد نفس شكل التيوب، يبقى الجازز دي فلويد. لو انا معايا قلم، القلم ده سوليد، لو اتحط في كوبايه مثلا على شكل سيركل هل القلم ده هياخد نفس السيركل؟ ملوش علاقه. لو اتحط القلم ده في تانك على شكل ريكتانجل هل هياخد شكل ريكتانجل؟ لا طبعا، هيفضل محتفظ بالشكل بتاعه، يبقى السوليد ده مش فلويد عندي. يبقى باختصار بسيط جدا يعني ده يعني ايه كلمه فلويد. الفلويد عندي ليها نوعين، نوع اسمه استاتيك ونوع اسمه دايناميك. الاستاتيك ده ان شاء الله اللي هو شابتر 3 هندرسه ان شاء الله في الترم الثاني لو عشنا قانون العمر ان شاء الله. في شابتر 4 بنتكلم على حاجه اسمها دايناميك، هايدرو داينامكس. كلمه هايدرو داينامكس يعني ليكويد او فلويد بيتحرك، يعني بتطبق على ميه بتتحرك مش ميه واقفه عندي. يبقى ده باختصار بسيط جدا الهايدرو داينامكس عندي. طيب المفروض ان الفلويد هندرس له حاجتين، حاجه اسمها فلو وحاجه اسمها فيسكوزيتي. الفلو اللي هو حركه الفلويد، الفلويد او المواقع عموما بتتحرك ازاي. الفيسكوستي اللي هو اللزوجه بتاعتها، حاجه شبه الدنسيتي كده. يبقى باختصار بسيط جدا الفلويد
فلويد هندرس له حاجتين، الفلو اللي هو في الليسون ده، والفيسكوستي ان شاء الله اللي هو الليسون التاني. الشابتر كله على بعضه بيتكلم على حاجه اسمها هايدرو داينامكس، يعني ليكويد او فلويد بتتحرك عندي، هايدرو ستاتيك اللي هي فلويد ثابته. ده المفروض ان شاء الله في شابتر 3 بتاع الترم التاني يا شباب. كده متهيألي ده كانت مقدمه بس على الشابتر الجديد. ان شاء الله الشابتر الجديد ده هنخلصه في الفيديو اللي جاي واللي بعده باذن الله، ويبقى كده المنهج كله خلص. خدوا بالكم يا شباب ان الدرس بتاع اللايت او الشابتر 2 هو اطول شابتر في الترم الاولاني اللي هو شابتر اللايت، فيه 5 ليسون، وهو اكتر حاجه بتيجي في الامتحان عندي اكتر من شابتر 1 اللي هو الويف، وشابتر 4 اللي هو الهايدروس دايناميك فلويد عندي. تمام يا شباب، ان شاء الله نشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.